الاعلام انك تعرف على حدا الناس بتعرفه، اصعب شيء بالاعلام انك تعرف على حدا الناس بتسمع فيه قبل ما انت تقول اسمه، اصعب شيء انك تعرف على شخص بيعرف الناس شو بدها والناس بتعرفه، الناس بتعرف انه بيسمع وضعها. صحيح هو رئيس حزب الحوار بس هو كمان بيحاول بكل شيء الا بحقوق بيروت، وما بيتنازل ولا مره عن حقوق اهل بيروت، وممنوع مع المساومه على حقوق اهل بيروت. لهيك البيروتي الاصيل يلي معه بيهدي على لائحه بيروت بدها امن، بيعرف انتم شو بدكم، وبيعرف كل واحد فيكم مين هو ومين بي ومين بيقربه، بس يلي اكيد بيعرف انه كلكم قلبكم مثله على بيروت. خلينا سوا نرحب بالنائب رئيس حزب الحوار الوطني الاستاذ عمر رسول. بيروت ام الشرائع، بيروت قلب لبنان وعقله، بيروت قلب الأصالة العربية، بيروت انفتاح على كل الحضارات. بيروتنا بتاريخها ورمزيتها بخطر، بخطر وجودي من قوة ظالمة عم تسعى لتمس بأصالتها وتغرقها بظلام التخلف ومجاهل التقوقع والانعزال، وتفرض على اهلها نظام حياه بدائي ما بيمثلهم تحت شعار ومعتقدات بالضبط مظهر ديني وحقيقه هي دمار. اهلنا واحبائنا، اسمحوا لي طمن باسمي باسم كل بيروتي اصيل، كل اللي قاعدين هون، يلي مفكركم ونفكر يقرب صوت مدينتنا ويتحكموا بهويتنا واسلوب حياتنا وكرامة اهلنا، بنقول لهم فشلتوا. الظلامين ويحيدنا عن اصالتنا ومجتمعنا البيروت الاصيل. بيروت اليوم بتنادينا لندافع عنها، عن عروبتها، عن اصالتها وجوهر وجودها. نحن اليوم على بعد ساعات من موعد دفاعنا عن بيروت بصناديق الاقتراع. صوتكم بصندوق الاقتراع ما بيقوى عليك لا كاتم صوت ولا بتصيبه نيران الغدر ولا الاغتيالات ولا القتل الغادر يلي برقنا فيه. صوتكم هو السلاح الاقوى والحاسم لنخلص عاصمتنا ونفشل مشروع حزب الله الغالي الهدام الحاقد على كيانية لبنان وخصوصية لبنان. أنا فؤاد مخزومي. بتعهد قدامكم اليوم بالتعاون مع زملائي ما نترك وسيلة مشروعة ومتاحة ما نستعملها لجعل حزب الله يسلم سلاحه الغير الشرعي للدولة. يسلم سلاحه للدولة العادلة والملتزمة بأرقى معاني العقد الاجتماعي، يلي من بنود الأساسية حصرية السلاح بمؤسسات الأمن والدفاع الرسمية واستقلالية القضاء وقدسية حقوق كل الأفراد وكل الجماعات. نعم، من اولوياتنا اليوم استقلالية القضاء. ما في دولة بلا عدالة، وما في عدالة بلا قضاء مستقل بشكل صريح وكامل وحاسم. على الاساس لابد من وضع قانون بحصن الاستقلالية المطلقة للسلطة القضائية، وتشريعات تحسن القاضي بيعمل بقدر ما يمارس مهامه بمعزل عن كل تدخل او تأثير او اكراه او اضرار. كلنا بنعرف اليوم القضاء مسيّر، طالما في قضاء مسيّر نحن رح نضلنا حقوقنا طايرة.
واختيار القضاة وتشكيلهم ما بيتم إلا على يد السلطة القضائية، ويبقى دور السلطة التنفيذية اللي هلا مع الكارثة يعني الحكومة محصور فقط بإصدار البراسيم حسب الصيغة المقال إليها من قبل السلطة القضائية. لو كذلك نعرف اليوم السلطة السياسية بتعين القضاة والقضاة القضائية. من أولوياتنا كمان تحقيق اللامركزية الإدارية الموسعة مثل ما نص عليه الاتفاق القضائي بالحدود يلي ما بتصير أي إشكال حول وحدة لبنان. نسمع كثير على كلام بقصة إنه الفيدرالية وغير الفيدرالية، لبنان واحد موحد أحد، ممنوع حدا يقصه، ممنوع حدا يقسمه، لبنان لا يقدر تقسيمه، اليوم حزب الله بده يقسم لبنان ما رح يرضى فيه. لازم اليوم نحن نحافظ على أرضنا وشعبنا ومؤسساتنا، بس بنعطي صلاحيات كفاية لهالمجلس منطقة للمحافظة أو على القرار اللي بناخده أن يكون عنده كل الصلاحيات حتى هو يجمع 70% من دخل المنطقة، الأهل ينتخبوا المجلس المحافظة والمحافظ لأنه ساعتها أنتم بتصوتوهم في حالة ما كان في أي نوع من الدعم للدولة. وهالشيء كلها بنعرف لما بيعرف الشخص أنه أنتم ونحن بننتخبه تعرفوا تمام انه رح يصفي بالاخر، ما يكون فاسد، ما يسرق، لانه بيعرفوا بعد الاربع سنين ما تسقطوهم كلياتهم. وهيدا هو مشكلتنا بهالحكومه وهالاداره يلي بعد اتفاق الطائفه اللي صار فيها. وعلى صعيد الازمه الاقتصاديه والمعيشيه وحماية شعبنا من فرص العمل والازدهار، سنعمل كاولويه مطلقه على توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ملتزمين جميع الاصلاحات يلي طالبها صندوق النقد. واهم شيء نوقع على الاتفاقيات الامنيه والاقتصاديه يلي عطتنا اياها بال 2018 المملكه العربيه السودانيه، ولو وقعناها بوقتها صدقوني ما نزل بالاخر السياحه، ما نزل الاقتصاد، وقدرنا بالاخر نستثمر بينه وبينه ونفتح المجالات لكل هالمواضيع. بس لسوء الحظ حزب الله منع الحكومه من التطبيق. اهم نقطه بالاخر بدنا نلاقي طريقه لنرجع الاموال المدفوعه. بالنسبة للخصوص لأموال البنوك، نحن بالقرن 21 كلياتنا بنعرف ما في فرنك بيتحول إلا مسجل إلكترونيا بالنظام البنك المصرفي. لكن إذا بدنا نبلش نفتش نعرف وين المصريات اللي راحت، بما إنه نحن مطلوب منا دوليا نرفع السرية المصرفية، خلينا نبلش بحالنا نعرف مين حول مصاري بعد أكتوبر 2019، بهالطريقة نعرف فعليا وين راحت أموال البنوك. وبوجه الفساد الإداري فينا نلحق لسجلات عقارية، كلياتنا بنعرف انه اي واحد منا في يفوت على سجلات عقارية ويجد دفي ملكية. يعني نحن قدمت انا مشروع اللي رفض بمجلس النواب، نحن ليه بنرجع لل 92 كل موظف فات على الدولة من اصغر موظف لاكبر رئيس دولة، نفهم منه شو عنده عقارات لما فات وشو عنده عقارات لما خلص شغله، ونفهم بالاخر اذا كان في عنده عم برازيل ورد منه او سرق الدولة. كنا عارفين ليش الحلول متوفره ما لاقي الطريقه للتنفيذ، ومين كان وراء وقت الدرب لاهداف ما لها علاقه لا بمصلحه الوطن والمواطنين. مثل ما وقف بدرب استكمال التحقيق بمجلس البور، كلياتنا نحن نعرف المجزرة اللي صارت بالبور، حزب الله رافض انه القاضي حتى يوصل لمحل يطلع بالقرار الصندري. طيب السؤال بعدين لم يصدع حدا من عندكم يا حزب الله، عشو انتم مانعين التحقيق يمشي فيه؟ وفجأة يرفع دعاوي على القاضي، بيهرب المتهم بصف القاضي، متهم بالاخر بيحاربوا معه. اشتقنا نقول كلمة لبنان وتحضر بعيوننا وقلوبنا الصور الحلوة، المعاني يلي ربينا عليها. هيدا لبنان يلي ما بنسى فضله علي. لبنان اللي بقدر يأمن فرص كبيرة للشباب، بس حملنا أحلام كبيرة نغزي فيها العالم، أحمال كبيرة، أحلام كبيرة، شو ترك من هذا شبابنا اليوم؟ ما بنسى الذكريات اللي رافقتني بالغرب، بالجامعة بأمريكا أو بالشغل بالبلاد العربية، وأهم شيء بالمرة العربية السعودية. ما بنسى أنا وعم واجه الدنيا كلها أحلام اللبنانية اللي كانت عم تتغذى من عاطفة الأهل وذكريات شارع شريف المزرعة وطموح حترجع تشوف ببلدي كل شيء حلو فيه لقيته بغير البلد. لأنه ما بقبل يكون في بالدنيا شيء حلو ومفيد ما في مثله ببلدنا بمدينة الحلوة بيروت بخدمة أهلنا. شعبنا مش طالب شيء، صدقوني شعبنا مش طالب شيء،
واشياء اللي طالبها منا كريمه وما عم يتغنى لما يحلم بمصلحه بلد لبنان وكرامه مدينه لبنان. بدعيكم يا احبائي تختاروا الورقه يلي حسب ضميركم تسمح لكم تساهموا برسم الصوره. صوره لبنان، صوره اللي انتم بدكم اياها، صوره بيروت اللي ترضي اخلاقكم، ايمانكم ومحبتكم ومستقبل ولادكم. صوره الوطن يلي بيستاهل، ونحن ما عم نطالب الا بوطن بيستاهل وحقوقنا موجوده فيه. بعد بكره في قرار، بعد بكره في قرار لبنان جديد اللي بدنا اياه. نزلوا صوتوا وما تقاطعوا حتى ما نعمل بحالنا سبع ايام، لانه نحن قررنا ما ننزل ونسلم بيروت لحزب الله. هيدي المسؤوليه بتوع عليكم. نزلوا صوتوا وما تخلوا حزب الله بهذا الجديد وعلى بيروت. ما تترددوا. نحن اولاد بيروت. نحن قلب بيروت، نحن القلب القوي، صوتوا لبيروت يا زعيم. I'm gonna go to the bathroom.